السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نكمل تطبيقات بعض الأمثلة عن فليكسر أو ستريس. فعندنا اليوم 3 أسئلة إن شاء الله راح تغطي الموضوع كله. السؤال الأول عندي 500 مليمتر دايمتر بار. قطر هذا البار 50 مليم is used as a simply supported beam 3 متر لونج. طول البار 3 متر. Determine the largest uniformly distributed load. يريد قيمة ال W هذا اللود اللي موزع بشكل منتظم. That can be applied over the right 2/3 of the beam if the flexural stress is limited to 50 MPa. هذا البار هو بار عفوا مثل ما ذكر بالبداية. طوله 3 متر وقطر البار هو 50 مليم. إذا المقطع العرضي إله هو دائرة. عندي حمل موزع بهذه المسافة من جهة اليمين بمسافة 3 متر. عندي حمل موزع بهذا الشكل توزيع منتظم. يريد قيمة هاي الدبليو مجهولة. بحيث شو المطيني؟ مطيني قيمة الفلكسورال ستريس قيمته 50 ميجا باسكال. احنا بداية قلنا دائما اول ما نبلش حل السؤال خصوصا اذا كان عندي بيم او بار وكان مثبت من الطرفين فاحنا لازم نوجد ردود الافعال اللي هي ال R1 وال R2. فشو نسوي؟ اما ناخذ مومنت عند نقطة ومثل ما سميشن اف واي او يعني مومنت بهذه النقطة وبعدين نرجع ناخذ مومنت بنقطة اخرى. فهنا نبلش ناخذ مومنت عند ال R1 يساوي صفر. شنو عندي في هذه القيمة؟ 3 هاي المسافة في ال R2، يعني ال R2 في ذراعها 3 اللي هي هاي، ويساوي عكس الاتجاه هذا اللود. اوكي، اللود الثاني هنا أنا عندي W نيوتن على متر. ايش راح يصير كقوة؟ W في 2 لان هو موزع على مسافة 2، نا واحد يبقى 2، ف W في 2. موقعها من ال R1 راح يكون موقع القوة بالمنتصف. زين، هنا أنا موقع القوة، المسافة من هنا أنا لهنا 2، فصار 2 في W في ذراعها 2، فيطلع عندي ال R2 هو 4 على 3 من ال W، لأن عندي أصلا هي W مجهولة. بعدين راح ناخذ مومنت عندي ال R2 يساوي صفر. ايش راح يكون؟ عندي ال R1 في 3 ويساوي، ليش يساوي؟ عكس اتجاه الحركة. W في 2 من الحمل الموزع في المسافة من هذا الخط اللي أشرت عليه لل R2 قيمته 1، فتطلع عندي ال R1 يساوي 2 على 3 في W. إذا طلعنا رياكشن R1 وال R2. بعدها ننتقل حتى نوجد المطلوب W باستخدام قانون الفلكسورال ستريس. الفلكسورال ستريس أو الماكسيمم فلكسورال ستريس يساوي المومنت اللي هو أعظم مومنت في السي، المسافة من منتصف المقطع الأرضي للأعلى على الآي. إحنا حتى نحل هذا السؤال أو حتى نوجد أعظم مومنت شو نسوي؟ نرسم الشير دايجرام والمومنت دايجرام. أوكي، مثل ما تعودنا، وهذا الشكل جدا بسيط وهو رسمنا عليه أمثلة. تمام، فالشير دايجرام طريقة رسمه مثل ما شرحنا لكم سابقا. بعدها نوجد المومنت دايجرام عند هذه النقطة يقابلها ماكسيمم مومنت. فماكسيمم مومنت طلع هنا 8 على 9 في W. فإذا عندي الفلكسورال ستريس هو 50 ميجا باسكال معطى، والمومنت أعظم مومنت 8 على 9 W نيوتن متر. وعندي C بما أنه الكروس سكشن دائرة فالC 25 مليم. أما الـ I اللي إذا كان عندي ديسك يساوي باي في 4 أس 4 على 4، يطلع
هذا قيمته بالمليمتر بس 4. إذا نعوض كل القيم الـ I والـ C والـ Moment في قانون الـ Maximum Flexural Stress. بالتالي يبقى ما عندي المجهول فقط الـ W، وتطلع قيمتها 690.29 نيوتن على متر. بهذه الطريقة نحل هكذا نماذج من الأسئلة. الفلكسورال ستريس 50 ميجا باسكال، زين تبقى 50 ميجا باسكال، احنا بالميجا باسكال البقية نضرب هذه القيمة في ألف، اللي هي هاي فتحولت من نيوتن مليمتر. بعدها قيمة السي 25 مليمتر، ما عندنا إشكال بها، والآي كذلك بالمليمتر مربع. زين، وعندي الميجا باسكال هي نيوتن على مليمتر مربع. بالبداية يمكن راح تطلع بالنيوتن على مليمتر، ما تحولت بنيوتن على متر. نكمل السؤال اللي بعده. Rectangular steel beam 2 inch wide by 3 inch deep. هاي 2 inch في 3 مطيني الكروس سكشن، اللي هو هذا الكروس سكشن للبيم 2 في 3، 2 العرض والارتفاع 3. is loaded as shown in figure، محمل كما موضح بالشكل. Determine the magnitude and the location of the maximum flexural stress. أريد قيمة وموقع الفلكسورال ستريس وين يصير عندي. أكيد إذا تردون تبدون حل السؤال من النهاية، فقانون الفلكسورال ستريس هو M في C على R. شنو عندي المجهول؟ C نقدر نوجدها، هي نصف الارتفاع مطين الكروس سكشن اريا، فنقدر نوجد السي، وكذلك الاي نقدر نوجدها. بما انه عند المقطع العرض 2 في 3 معناته مستطيل، فالاي هي بي في اتش تكعيب على 12. زين، يبقى عند المومنت، والمومنت يوجد نوجد من الرسم. هذا ملخص حل السؤال. بس قبلها احنا قلنا قبل لا نبلش رسم ايضا راح نوجد الرياكشن ات هذه النقطة وات هذه النقطة. هنا ال R1 وهنا ال R2 بنفس الطريقة، ناخذ مومنت ات ال R2 هنا يساوي صفر، نشوف شنو عندي قوة. للأعلى عندي R1 في المسافة 9، 3 و 3 و 3 9 يساوي، ليش قلت يساوي؟ لأن الباقيات عكس الاتجاه، هذا الدوران هو الموجب. عندي 450 في 6 زائد هذا المومنت قيمته 3600، يطلع عندي الـ R1 يساوي 700 باوند. زين طبعا طلع نعم 700 باوند. أما حتى نوجد الـ R2 راح ناخذ مومنت عند الـ R1 يساوي صفر. نفس الشيء عندي R2 في 9 زائدا 450 باوند في ذراعها 3، ويساوي عندي قيمة المومنت هذا 3600 باوند فود، فيطلع عندي قيمة الـ R2 يساوي 250 باوند. بعد ما طلعنا قيمة الـ R1 والـ R2 نوجد الرسم بهذا الشكل. طبعا بما انه اغلبها قوى constructive load فيصير الشير دايجرام رسمه جدا سهل. اما المومنت دايجرام ايضا من عنده نوجد قيمة الماكسيمم مومنت، وهنا بهذه الحالة ماكسيمم مومنت هو 2850 باوند فوت. حتى نوجد المومنت يعني فد مراجعة سريعة، الطريقة قلنا طريقة سهلة، هي المومنت عبارة عن مساحة الشير دايجرام أو الشير ستريس. في 2100 من إجتي؟ إجتي من 700 في 3، يعني الارتفاع 700 في 3، طلعت عندي 200 2000
و100. من ننتقل إلى هذه النقطة، هذا منين إجت 2850؟ إجت كأنه أخذنا مومنت عند هذه النقطة. فش كان عند المومنت؟ 700 في 3 في عفوا 6 ناقص 450 في 3 طلع عندي 2850. بعدها إجتي مومنت عكس الاتجاه ناقص 2850 ناقص 360 ينزل للأسفل يطلع لي سالب 750 باوند فوت. فإذا طلع عندي ماكسيمم ستريس هي 2850 باوند فوت. إذا عندي المومنت وجدناها، أما السي فهي اتش على 2، قلنا الارتفاع 3 يكون بهذا الشكل، المقطع الأرضي إلى مربع فالارتفاع 3، 3 على 2 يساوي 1.5 إنش. أما الآي فهي بي اتش تكعيب على 12، البي 2 والاتش هنا 3 يصير 3 على 12 فيطلع الآي 4.5 إنش تربيع. فإذا نرجع نعوض بقانون فلكسورال ستريس، المومنت هو 2850، بما أنه بالباوند فوت فنضرب في 12 حتى يتحول للإنج، وقيمة السي هي 1.5 إنج على قيمة الآي 4.5 إنج، فيطلع قيمة الفلكسورال ستريس هو 11400 بي اس اي. موقعه وين؟ موقعه على بعد 3 فوت from the right support. وهنا طلع الماكسيمم مومنت وين؟ هنا ايش قد المسافه من جهه اليمين؟ 3. وهذا هو موقعه عند الماكسيمم مومنت. يعني تتبع ان الدوران شلون يبدي اكيد من هذا الرسم ويفتر بهذا الاتجاه، او حتى لو تبلش بالسهم اللي بالاسفل راح تشوفه انه يفتر بعكس اتجاه عقارب الساعة. فبعد موقع احنا وين ناخذ المومنت؟ يعني حسب الموقع المومنت اللي ناخذه، بس المهم اتجاهه هذا ثابت هو معطى بالسؤال. مثل ما قلت لكم احنا عادة ناخذ الار 1 والار 2 فرضية اتجاههم اثنيناتهم للاعلى. انتوا اخذوا هنا مثل ما قلت هو اصلا هم مباشرة نخليها للاسفل. إذا أخذنا الـ R2 للأعلى فراح تطلع قيمتها بالسالب، وبالتالي نعكس الفرضية نخلي السهم للأسفل حتى يطلع الرياكشن قيمته موجبة 250 باوند. أنتوا حلوها على أساس السهم بهذا الـ R2 للأعلى مفروض تطلع قيمته سالبة. Problem 3 اللي box B is composite of 4 plants. عندي هذا البيم المقطع العرضي إلى هذا الشكل اللي قدامكم عبارة عن مستطيل، وهذا من الداخل مجوف. زين، هذا المقطع العرضي للبيم، هذا المسافة هي 2 إنج، وهنا أيضا 2 إنج اللي بالوسط 8. الآي بالنيوترال أكسنت مطيني إياه الآي، ومطيني الدبليو نوت مطيني الحمل الموزع، وكذلك شنو يريد؟ عفوا مطيني ايضا الفلكسورال ستريس 1400 بي اس اي، يريد قيمة هذه القوة بي اللي يسبب لي ماكسيمم فلكسورال ستريس اوف 1400 بي اس اي. احنا نباوع على البيم، عندي حمل موزع قيمته دبليو نوت، وهنا عندي قوة قيمتها بي، وايضا عندي رياكشن لأن مثبت R1 وR2. المقطع العرضي إله هو هذا الشكل، يريد قيمة هذا الـ B. أيضا نفس التسلسل الحل نوجد قيمة R1 والR2، لو أكيد راح تطلع قيمتهم function للـ B لأن الـ B مجهولة. فإذا ناخذ مومنت عند R2 شو يصير عندي؟ 12 في R1، الـ R1 هذا القوة في ذراعها 12، يساوي لان عكس الاتجاه الـ W شنو قيمتها؟ 300 في 12 اعطتني القوة،
في ذراع في موقعها بالمنتصف، هذا موقعها، فذراعها 6. إذا 300 في 12 هي القوة، وذراعها 6، عندي زائد البي في ذراعها 3، تمام؟ فيطلع عندي الـ R1 هو 1800 زائد 0.25 في بي، فانكشن اوف بي، لأن قلنا البي مجهولة. حتى نوجد الـ R2 ناخذ مومنت عند الـ R1، والمومنت يكون بهذا الشكل، الـ R2 في 12 للأعلى يساوي عكس الاتجاه اللي هو 300 في 12، تمام؟ في ذراعها 6 للـ R1 زائدا 9 في بي، البي أو البي في ذراعها 9، فيطلع أن الـ R2 يساوي 1800 زائد 0.75 بي. بعدها راح ننتقل للرسم، ورسم كله يكون بدلالة البي. فرسم هنا فرض انه الشير دايجرام، فاحنا بالبداية خلي نوجد الاي لهذا الشكل، هو عبارة شلون تقدرون تتخيلون الشكل، عبارة عن مستطيلين، يعني نطرح المستطيل الكبير ناقص المستطيل اللي بالمنتصف، لأن بالمنتصف مجوف. فإيش راح يكون عندي؟ 8 اللي هو الـ B، 8 في 12 تكعيب على 12 اللي هو الـ H. فإذا وجدنا الـ I للمستطيل الكبير كله ناقص الجزء المجوف اللي هو 4، راح يكون 4 في 8 أس 3 على 12، فيطلع عندي الـ I هو 981.33 إنش أس 4. زين، أما المومنت، حتى نوجد المومنت هسه هنا حاليا، نقدر نوجد المومنت قلنا عن طريق مساحة الشير دايجرام. فش راح يصير هنا المومنت؟ ناخذ هذه المساحة، ناخذها اللي نقدر إذا قسمناها تنقسم نصفين، القسم اللي بالأعلى هو مستطيل، والقسم اللي عفوا مثلث، واللي بالأسفل مستطيل، فحاصل جمعهم. فالأول إيش راح يكون؟ راح أقسمه هنا، وبلكي يكون واضح، هذا الجزء الأول هو المثلث اللي أشرت عليه، والجوه مستطيل. فالمومنت إيش راح يساوي؟ للمثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع، نصف الارتفاع هو 1800 زائد 0.25 بي، في القاعدة 9، زين، زائد مساحة المستطيل اللي هي زائد سالب 900 زائد 0.25 بي، في أيضا العرض 9. هنا طبعا إذا لاحظت هنا أنا طلعت 9 عامل مشترك، فيطلع عندي قيمة المومنت هو 4050 زائد 2.25 باوند بي، عفوا باوند فول. زين، نجي نعوض بالماكسيموم فلكسورال ستريس، قيمتها 1400 باوند، ونعوض قيمة المومنت نضربها طبعا في 12 حتى تتحول للإنج. قيمة السي، السي قلنا من المنتصف أو من النيوترال أكسس للأعلى، وقيمتها نص ال 12 في 6 على الأي، أيضا 981.33، فتطلع عندي قيمة اللود هو 6680.63 باوند.